اقوى جهازين في فئه 3500 جنيه هم الجي ار 3 2017 واللينوفو كي 6 نوت. بس في سؤال واحد لقيته بيتكرر، هل كي 6 نوت احسن ولا جي ار 3 احسن؟ تابع برضو للاخر عشان تعرف انهي جهاز مناسب اكتر ليك، وبرضو متنساش تعمل لايك للفيديو عشان تدعم القناه بتاعتي. اول حاجه وهي الاداء، الجهازين بيجوا ب 3 جيجا بايت رام بس بمعالجات مختلفه. لينوفو بيجي بسناب دراجون 430 مقارنه بالواوي جي ار 3 اللي بيجي بكيرن 655. الاثنين معالجات فئه متوسطه في الاخر، بس الاداء الاحسن هيروح للكيرن 655. اثناء الاستخدام اليومي مش هتلاحظ فرق ضخم بين الكيرن 655 والسناب دراجون 430، بس ما زال ان في فرق اداء وحتى لو بسيط موجود بين الجهازين ولازم يذكر للجي ار 3. الشاشه، الجهازين بيجوا بشاشه 1080 بي، بس الجي ار 3 بيجي بشاشه 5.2 انش مقارنه باللينوفو كي 6 نوت اللي بيجي بشاشه 5.5 انش. انا شخصيا مش شايف اي فرق بين الشاشتين من ناحيه الجوده. لو انت عاوز حجم معين طبعا الموضوع يعود ليك، اذا كنت بتفضل حجم اصغر شويه زي 5.2 او بتفضل حجم كبير زي 5.5 انش. البطاريه، والبطاريه هنا من غير اي كلام اللينوفو كي 6 نوت، بطاريه 4000 ملي امبير، غالبا هتقعد معاك اليوم كله، بطاريه قويه جدا وبرده معمول لها اوبتمايزيشن كويس من الاو اس. فطبعا الاولويه هنا هتبقى الكي 6 نوت ناحيه البطاريه، لان البطاريه الاكبر انت تضمن انها هتقعد معاك اليوم كله، لكن بطاريه 3000 ملي امبير ما تضمنش انها تقعد معاك اليوم كله. التصميم وشكل الجهاز، الكي 6 نوت بيجي بهيكل معدني، هيكل شكله شيك جدا صراحه، وهو عامه شكله كويس. الجي ار 3 بيجي بظهر من الازاز، انا شخصيا شايف ان الظهر الازاز شكله احلى، بس طبعا الامر بيختلف من واحد لواحد وفي الاخر اراء، فانت شوف ايه اللي يشدك اكتر من الجهازين. الجهاز، المساحه الداخليه للجهاز، الجي ار 3 بيجي ب 16 جيجا بايت مساحه داخليه مقارنه ب 32 جيجا بايت للكي 6 نوت، فالكي 6 نوت هيكسب ناحيه المساحه الداخليه. الجهازين بيقبلوا اس دي كاردز لحد 256 جيجا بايت، بس الجهازين بيستخدموا مكان السيم رقم 2 عشان يحطوا فيها الاس دي كارد، فلو انت مستخدم بتحتاج شريحتين في نفس الوقت مش هيبقى امر مناسب قوي في الحاله دي. الكاميرات بقى، الكي 6 نوت بيجيب كاميرا 16 ميجا بكسل معاها فلاش دوال تون وكاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل، الجي ار 3 بيجي بكاميرا 12 ميجا بكسل بفلاش عادي مش دوال تون مع كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل. ايه الاحسن؟ بالنسبه للجوده في الجهازين بيقدموا جوده ممتازه جدا، يعتبر مفيش فروق تذكر ما بينهم لو كانت في فروق اساسا. فمن ناحيه الكاميرا مفيش وجه مقارنه قوي ما بين الجي ار 3 او الكي 6 نوت. نظام التشغيل، الكي 6 نوت بيجيب اندرويد مارشميلو 6.0، لكن الجي ار 3 بيجيب اندرويد نوجت 7.0 وعلى اليو اي الجديد من واوي الايموشن يو اي 5.0. طبعا تحسينات كتير جدا عن الايموشن يو اي 4.0، لو انت كنت استخدمت الايموشن يو اي 4.0 هتعرف قد ايه هو مليان باجز ومليان مشاكل كتير. فطبعا جي ار 3 هيتفوق من الناحيه دي لانك انت بتاخد اندرويد نوجت من العلبه على طول، لكن الكي 6 نوت لسه ما وصلوش ابديت النوجت لحد دلوقتي. فبصراحه الجهازين متقاربين جدا، وانا شخصيا لو بختار منهم هيبقى الاختيار بالنسبه لي صعب. لكن لو انت بتحب حجم ال 5.5 انش وبرده في نفس الوقت بتحتاج بطاريه عاليه، فطبعا كي 6 نوت غير منازع. الاداء اللي انت هتخسره مش اداء ضخم، مش هيخلي يعني الموبايل وحش قوي مقارنه بالجي ار 3، هيبقى هو فرق اداء بسيط ما بين الجهازين. لكن لو حجم ال 5.2 انش مناسب معاك مع اداء اعلى شويه واندرويد نوجت 7.0 وتصميم من رايي شكله احسن، فطبعا الجي ار 3 2017 هيبقى الخيار الاحسن في الحاله دي. لكن في الاخر يعتبر مفيش جهاز احسن من التاني، الجهازين متقاربين جدا من بعض وما نقدرش نقول ان في جهاز احسن من التاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا شير مع اصحابكم اللي متحرمه بين الموبايلين دول، وبرده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو انتم جداد في القناه عشان تشوفوا محتوى اكتر للفتره اللي جايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تك كرو.